السلام عليكم أعزائي متابعي قناة ستار تيوب. منتخب شباب العراق ينهي تحضيراته لمواجهة السنغال في كأس العرب. أنهى المنتخب العراقي للشباب اليوم السبت تحضيراته لمواجهة نظيره منتخب شباب السنغال يوم غد الأحد في ملعب بيتروسبور الساعة 5 مساء بتوقيت بغداد ضمن الجولة 3 والأخيرة للمجموعة 3 من بطولة كأس العرب. خاض منتخب الشباب وحدته التدريبية الأخيرة على ملاعب التدريب في فندق حرس الحدود بمعنويات عالية وبحضور جميع اللاعبين. وهناك أخبار سارة باكتساب المدافع نصر الشفاء التام وبات جاهزا لمواجهة الغد أمام السنغال بعد غيابه عن المباراة السابقة أمام لبنان بسبب الإصابة. كما أكد عماد محمد مدرب منتخب الشباب على جاهزية جميع اللاعبين لمباراة الغد، وأكد على الرغبة القوية لدى اللاعبين في تقديم الأفضل غدا ضد منتخب السنغال. تنقل مباريات هذه المجموعة غدا في الساعة 5 مساء بتوقيت بغداد على قنوات ون سبورت الأولى والثانية في نفس التوقيت. مشاهدة طيبة وممتعة، ونتمنى كل التوفيق للمنتخب العراقي الحبيب والظفر بنقاط هذه المباراة الصعبة أمام منتخب قوي وعنيد أمام حامل لقب هذه البطولة والمهيمن في النسخة السابقة على جميع منتخبات البطولة والمنتخب المرشح الأول للفوز والظفر بلقب هذه البطولة. إذن مهمة العراق لن تكون سهلة ولن يكون غدا اللاعبون في نزهة، يجب العمل جيدا والتفكير في الفوز والفوز فقط، ويجب عدم انتظار أي هدية من منتخب لبنان أو تعثر جزر القمر أو التعادل. يجب أن يكون الفوز هدفنا والتأهل دون انتظار الهدايا من أحد. أعطونا آراءكم ضمن التعليقات وتوقعوا نتيجة المباراة، وهل أنتم متفائلون بتحقيق العراق غدا نتيجة طيبة ضد منتخب السنغال القوي؟ دمتم برعاية الله.